اهلا وسهلا فيكم من جديد، متواصلين معكم طبعا بفقراتنا الصباحيه بدنيا يا دنيا. معكم الان بالفقره الطبيه، رح نفتح مجال لجميع اللي بيتابعونا بهالفقره انهم يسالوا اسئله عامه بتهمهم. طبعا رح نتحدث اليوم عن الاستشارات والاستفسارات اللي حابين تقدموها بهاي الفقره مع الدكتور مخلص مزاهره، طبيب العام والاسره. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا فيكي. اهلا وسهلا المشاهدين، كيف حالك دكتور؟ الله يسلمك، نورتنا بدنيا دنيا. هيك نصائحك الحلوه دائما لكل اللي عم بيتابعونا. احنا على ما يجوا الاتصالات طبعا بنرد نذكرهم انه بتقدروا تتصلوا تسالوا دكتور مخلص اي سؤال. بدنا نحكي عن البرد، قلت لي حابب تحكي عن البرد واثره. احنا بنعرف انه الناس بتبرد، هلا الدنيا شتاء، ولكن هذا البرد انت بتقولي له اثار، يعني لازم دائما ندفي حالنا عشان صحتنا. في البدايه بدي احكي للمشاهدين الكرام شغله بسيطه جدا جدا. انتوا لما تطلعوا برا وتبردوا ايدكم بصير لونها ابيض او فاتح. لما تدخلوا على البيت وتدفوا ايدكم على الصوبة بصير لون الايد لون زهري. صح. شو اللي خلى الايد وهي برداني برا لونها ابيض، وشو اللي خلاها في البيت لما دفيت زهري. لون زهري. وهي بردانة بتنقبض الاوعية الدموية في الايد، ولما بتنقبض كمية الدم اللي جاي للايد بقل، وبالتالي بصير لونها على بياض او فاتح. لما تدفى الايد بتتوسع الاوعيه الدمويه وبتعطي اللون الزهري اللي هو موجود في الدم للايد. هي ما بتعطي لونه بس، وانما مجيء الدم للايد للاصابع بيعطيها دفء طبعا، وبيعطيها تغذيه. صح. هذا المثل البسيط اللي كلكم عارفينه أنا بدي أطبقه على أنحاء مختلفة من الجسم. فمثلا لما أنتوا بتطلعوا برا بالهواء البارد، والهواء البارد بيدخل على الأنف والحلق والقصبات، وما بتكونوا مستعملين لفحة تقوا الأنف والحلق من الهواء البارد وهو داخل، شو اللي بصير؟ بصير في انقباض بالأوعية الدموية بالأنف والحلق وبالقصبات، وبالتالي كمية الدم القادمة للأنف والحلق والقصبات بتقل طبعا. وأيضا كمية المضادات الحيوية والمناعة الحيوية الموجودة في الدم بتقل. برضو بتقل، فبتصير الفيروسات والبكتيريا والجراثيم الموجودة بالهواء موجودة بالجو، وأحيانا بتكون موجودة بالحلق وبالأنف، بتصير قادرة على إحداث الالتهاب. ومن هنا بصير عندنا التهاب بالحلق وبالأنف وباللوزتين وبالقصبات. شغلة تانية، مثلا لما بتكونوا طالعين برا إيديكم بردانين ورجليكم بردانين، وطبيعة عمل معين بتكونوا فترة طويلة في البرد، الرجلين بردانين واليدين بردانين، بصير عندنا ما يسمى بالتثليج. طبعا تثليج مزبوط. قبل 4 أيام إجاني شاب مثلجين رجليه، كانوا أصابعوا لونهم على زراق، على أزرق. تثليج الإيدين بيؤدي إلى ألم في الإيدين، إلى تورم في الإيدين، وإلى ألم شديد، وأحيانا اللون بتغير بصير على زرقاق. أيضا التثليج القدمين بصير في طبع زرقاء وبصير مؤلمة جدا، وأحيانا بتصير كأنها مناطق التهابية، والمريض بفكر أنه هذا مرض خطير. أبدا، هذا هو تثليج القدمين واليدين. لازم الواحد في الجو البارد يلبس كفوف، والبوت يكون فيه كلسات دافي ويدفي حاله. نعم تمام. نعم. دكتور طيب، إذن إحنا رح نتابع بهذا الحديث، أكيد موضوعنا جدا مهم. يعني موضوع البرد، خصوصا أنه هلأ إحنا بفصل الشتاء والبرد عم بيزيد، قديش مهم أنه ندفي حالنا. لكن منحب ناخد اتصال عشان ما نخلي اللي بيتابعونا كتير يطولوا على التليفون. معنا أول اتصال واستفسار من خالد. خالد صباح الخير. صباح الخير. أهلا يا خالد، تفضل. ممكن أسأل الدكتور سؤال؟ طبعا تفضل. دكتور مخلص، أنا عمري 55 سنة، في عندي زي تعرق بصير عندي، بصيبني أثناء النهار، فحصت بول، فكرت إنه يكون التهاب بول، فالمختبر طلعت النتيجة سلبية، ما في أي التهاب. ممكن أعرف شو السبب؟ نعم. التعرق في مكان معين ولا في كل جسمك؟ لا، بالوجه. بالوجه والرقبة. بالوجه. 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 التعرق أكثر سبب شائع للتعرق هو التوتر والانفعال. التوتر والانفعال هو أكثر سبب للتعرق. أسباب ثانية للتعرق ممكن يكون في خلل بهرمون الثايروكسين. الأسباب أخرى أنه يعني أنت جسمك طبيعته بيتأثر بسرعة بالشوب بالحر، في ناس بيبردوا كتير، في ناس بيدفوا كتير، في ناس بيعرقوا كتير.
لكن الأسباب المرضية هي السبب الأولاني الانفعال والتوتر، لكن بلزمك نفحص الهرمون الغدة الدرقية. نعم. طب دكتور أنت سألته يعني عن وين مكان التعرق، فشو علاقة مكان التعرق يعني بأنه في له علاقة مثلا بمرض معين حسب مكان التعرق؟ يعني مثلا أكثر الأسباب أكثر الأماكن للتعرق هي تحت الأبط. نعم. وفي الثنايا الجلدية اللي هو طبيعي، هذا اللي هو طبيعي، لكن برضو في ناس بيشكوا كثيرا من التعرق الشديد تحت الأبط، فإذا ما كان في سبب معين لذلك أحيانا بيعطوا في المنطقة هاي وبربوتوكس لشل العصب اللي بيعمل التعرق. نعم. أوكي. صحيح. طيب هو أيضا خالد حكى أنه عفوا التعرق عنده بالوجه وبالرقبة نفس نفس يعني التحليل، بس تحليل بس يطمن على حاله ويشوف الهرمون الغدة الدرقية وضعه جيد وعبارة عن استرس ومش حالة مرضية. نعم. تمام. خلينا ناخذ اتصال ثاني دكتور. هلو سدين. أنا مرحبا. أهلا وسهلا. أهلين. بصير أسأل الدكتور سؤال؟ طبعا تفضلي. أنا مرحبا دكتور، أنا كثير بحبك. كيفك؟ بتحبك. شكرا لك وأنا كمان. شكرا يا سدين. لو سمحت مرض التثليج بصير من قاعدة زينب بمي وملح؟ مش واضح سامع. مرض التثليج عم تسأليه؟ بصير تنقع رجلينا بمي وملح؟ بصير تنقع الاجرين بمي وملح اذا عندها تثليج بالاجرين؟ لا لا شوفي يعني مش موضوع نقع، هو المفروض انك تدفي رجليك. يعني اهم شيء انه انت البوت تبعك تبع الشتاء يكون واسع، في نمره زياده. دائما لازم تلبسي مثلا كلستين، كلسه قطنيه ملامسه لقدمك وفوقيها كلسه صوف او اكريليك علشان الدفى. تدفي الاجر. ولازم اذا كان البوت مبطن من الداخل بكون كتير كويس. هلا انت لما تروحي على البيت اذا كانوا رجليكي بردانين ما في مانع. ما في مانع تحطي يعني تحط رجليك مثلا في مي دافي ربع ساعة ثلث ساعة بس. لكن الأساس إنك ما تبردي. عشان ما تبردي لازم تلبسي بوت كويس مبطن مثلا، ويلبسي كلستين فوق بعضيهم، وتلبسي كفوف صوف أو كفوف فرو. ولما تطلعي برا بالهواء البارد، هي احنا جايين 4 منخفضات جوية، لازم تلبسي لفحة وتغطي أنفك وتمك طبعاً. مشان ما يدخل الهواء البارد مباشرة عليك وسلامتك. وأنا كمان بحبك. يمكن هاي من نحبك. احنا بنحبك طبعا، يعني حبيت فظيعة هي لذيذة. دكتور احنا بنعاني مع الأطفال بهذا الموضوع، إنه الصغار ما بيحبوا يحطوا لفحة على تمهم. يمكن أكيد الأمهات اللي عم بيسمعوا بيعانوا نفس المعاناة، كتير بنتغلب بإنه نحط لهم إياه أو على رقبتهم، بنخنقوا وبنبعد. كيف بنقدر نتصرف معهم خصوصا لما نطلع بريت البيت؟ يعني عشان هيك الأمراض هم الأطفال بيمرضوا أكثر، يعني خاصة طلعة الصبح. يعني يحاولوا لما يطلعوا الأولاد على الصبح عشان يطلعوا بالسيارة أو يطلعوا في الباص إنه ما يوقفوا كتير على الرصيف، يعني بس يجي الباص رأسا يطلعوا. طبعا وجود اللفحة كتير بفيد، لكن ممكن الولد إنه يعني تفهموا إنه إذا ما لبسها بمرض، وبس المسافة من باب البيت لباب الباص أو لباب السيارة. ممكن إقناعه بذلك. يعني مثلا على سيرة مثلا في شغلة بدي أحكيها. هلا بالشتاء في بعض البيوت بيكون الحرارة كتير دافية، صح، فالناس بتكون لابسة صوف وجاكيتات وبتكون قاعدة بالسهرة فبيعرقوا. لازم أولا أنه درجة حرارة التدفئة تتراوح من 20 لـ 22 23، بس في بعض البيوت بتكون كتير دافية. صح. هلا بيجوا الناس آخر السهرة بدهم يروحوا، بيجوا بيشربوا مي باردة. هذا غلط. الحل انه مش يشربوا مي بارده، لانه زي ما حكيت في بدايه البرنامج، لما تشرب انت مي بارده تنقبض الاوعيه الدمويه بالحلق وبقل الدم وبتقل المضادات الحيويه الطبيعيه اللي الله خلقها في دمنا، وبالتالي احتمال انه يصير عندك التهاب حلق اكثر. الحل لا، انه انت جنب الباب في منطقه بالانتريه مثلا، منطقه بتكونش دافيه كتير، توقف 5 دقائق وبعدين تلف وجهك باللفحة وبعدين تروح ركاض على السيارة. لا والله نصيحة حلوة، معلومة ممتازة. فهذه أحسن من أنه تشرب مي باردة. لأنه كمان بدي أذكر المشاهدين الكرام أنه بالصيف لما الأبناء بصيروا يأكلوا بوزة وآيس كريم وسلش برضو بيجوا تاني يوم بالتهاب اللوز. نفس التفسير. صحيح. نفس التفسير. شغلة أخرى بدي أحكيها، مرات بيكونوا عرقانين بالسهرة وبيطلعوا برا وما بيكونوا مسكر الجاكيت، فالهواء البارد بضرب عضلات الظهر، بيجوا تاني يوم ثالث يوم بشكي من عضلات ظهر أو عضلات صدر. بيسموها لفحة. لفحة بالضبط.
فالمريض بيجي على العيادة خايف انه عنده مشكلة بالقلب، ابدا هي بس الم عضلات، لانه حضرتك لما طلعت كنت حرقان كثير وما دفيت حالك وما سكرت الجاكيت. حلو، معلومة جدا مهمة صح بهالبردات. فالم الصدر مش دايما قلب، غالبا بكون عضلات من لفحة الهواء البارد الشتوية. اهم شيء بنرجع بنعيد وبنكرر، زي هيك اليوم رسالتنا دفي حالنا. دفي حالك يس. طيب عندنا كمان اتصال. رنا صباح الخير. الله يعطيك العافيه. الله يعافيكي، اهلا وسهلا. اغلبك بس معلش اسال الدكتور عن خمول الغده الدرقيه. عن خمول الغده الدرقيه. الغده الدرقيه نعم، شو علاجها؟ نعم، شو أسبابها؟ نعم، بدأ تسأل عن الغدة الدرقية خمولها. شوفي، يعني أول عامل بسببها هي الوراثة، الوراثة لها دور كثير. عشان هيك أي واحد حد في أهله عنده نقص بهرمون الثيروكسين، خمول بالغدة الدرقية، لازم يعمل فحص واحد فقط وليس ثلاثة، ثايرويد ستيموليتينج هرمون. هذا الفحص اسمه فحص اكتشافي، بنكتشف هل في خلل. اوكي بنعطي علاج، وعلاجها كتير سهل. هل ما في خلل معناته اتس اوكي. فكتير مهم انه نعمل الفحص هذا. وطبعا قلة اليود بالاكل له سبب، لكن العامل الوراثي هو اهم سبب، بيلعب دور اكبر. بالمناسبة علاج الغدة الدرقية لازم يتاخذ على الريق. لازم الواحد يحط باكيت الدواء جنبه، جنب التخت، وكاسة مي أول ما يصحى ياخذ الدواء. برضو بهالمناسبة بدي أنبه لشغلة كثير بشوفها بالعيادة. المرضى اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم وبياخذوا دواء من الأدوية اللي بتقلل نبض القلب، زي مثلا تينورمين، زي كونكور، زي هايبوتين، هدول المرضى احيانا هم بيتخذوا قرار بايقاف العلاج فجاه، او بيكون ماخذ دوايين ثلاثه، واحد منهم من نوع زي التينورمين، النوع ثاني مثلا ادويه ثانيه، بروح بيختار هذا الدواء اللي بيتعلق بنبضات القلب وبوقفه فجاه كاملا. ارجو من المشاهدين انه ما يوقفوا الدواء المسؤول عن نبضات القلب فجاه الا باستشاره الطبيب. وبرضه هذا بتقلل تدريجيا طبعاً. اذا بتاخذ 50 ملي جرام بتصير تاخذ مثلا 25 ملي جرام لمده اسبوع اسبوعين، بعدين 12.5 ملي جرام وهكذا. تمام. طب دكتور عشان ما نطر، ام معتز معنا على الخط. خلينا نشوف ام معتز. صباح الخير. صباح النور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. تفضلي. والله بدي احكي مع الدكتور مخلص. طبعا تفضلي. السلام عليكم. هلا فيكي، كيف حالك يا دكتور؟ الله يسلمك. دكتور انا عندي بنت عمرها 18 سنة. بالصيف دائما ايديها باردة ورجليها. دائما بتشكي ايديها واجريها باردين. بالصيف يعني مش بس بالصيف. اذا كانت بالصيف ايديها باردين ورجليها باردين، وفي احتمال يكون بتشكي من الم في الركبة، لازم اولا نفحصها ونتاكد انه ما عندها التهاب مزمن باللوزتين. اللوزتين احيانا اذا كانت بتلتهب كثير بتتحول الى كيس متعفن في عمل، وهذا يؤدي الى الاحساس في البرد، خاصه بالعظم، خاصه بالركبه، خاصه بالأيدين والرجلين. هذه رقم واحد. رقم اثنين، لازم نعمل فحص للدم، نتأكد قوة الدم كويسة، ما عندها فقر دم، الحديد كويس، فيتامين بي 12 كويس، فيتامين دي 3 كويس. وبعديها طبعا بالإضافة للفحص السريري بشكل عام، وبنعرف شو السبب. تمام. حلو، يعني ممكن النقص بهاي العناصر الغذائية يؤدي أيضا نعم إلى فقر الدم، نقص برد. الحديد بي 12 دي 3 أحيانا يؤدي إلى برودة وإلى ألم. برضو على بالمناسبة هاي بدي أذكر شغلة. الموظفين والموظفات اللي بيشتغلوا على الريسبشن، واللي الباب بيكون مفتوح دائما مفتوح، واللي الهواء البارد دائما بضرب فيهم، بيجوني على العياده بيشكوا من الم بالركبه. وبيفكروا انه في عندهم روماتيزم بالركبه. الصحيح ما في روماتيزم بالركبه، والله الله يبشرك بالخير. هذا الالم سببه البرد، فلازم تدفوا، لازم تحت البنطلون تلبس بنطلون ثاني بدفي، ولازم اللي داخل على الريسبشن يسكر الباب وراه. كثير البرد بيعمل اوجاع بالركبه والعضلات والمفاصل. حلو صح ممتاز. طيب في عندنا كمان اتصال.
في اتصال؟ ما في اتصال. ما في اتصالات. طيب تمام. أنا حابة دكتور أرجع أسألك على موضوع خمول الغدة الدرقية. yes. بما أنه كان في سؤال عن هذا الموضوع ذكرت أنه هذا الموضوع وراثي. yes. هل في أمل بالعلاج ولا الإنسان بضل عايش على العلاجات يعني لعلاج خمول الغدة الدرقية؟ هلا حسب درجة الخمول نبدأ بالدواء. نعم. الدواء ممكن يكون 25 ملغرام، ممكن يكون 50 ملغرام، ممكن 100، ممكن 150. حسب قديش الثايرويد ستيمليتنج هرمون بيطلع معنا. وبعد شهرين بنعمل فحص، بعد 3 شهور بنعمل فحص ثاني، ممكن الغدة الدرقية تتحسن ونقلل العلاج، ممكن الغدة الدرقية تكسل أكثر ونزيد العلاج. لكن نصيحة لكل مرضى الغدة الدرقية، ما تأجلوا العلاج أكثر من 6 شهور. بيجوني مرضى على العيادة صالهم سنتين ما فحصوا، وبيكون الرقم مرتفع كتير. في الحالة هاي كان لازم نزيد الجرعة، بدل 150 200، بدل 100 150 وهكذا. يعني اللي ما بيقدر يعمل كل 6 شهور على الأقل يعمل فحص، بس فحص واحد ثايرويد ستيمليتنج هرمون. شو هو العلاج الشائع لخمول؟ ايوه ثايروكسين. ثايروكسين اللي نفس هرمون الثايروكسين اللي مفروض الغدة الدرقية تفرزه، بنعطيه بحبة صغيرة، بياخذوا المريض الصبح على الريق وبتنحل المشكله. نعم باذن الله. ما في مرض خطير، ما في مرض لا يمكن علاجه، المهم المريض يتشخص. صح. وبعد ما يتشخص ياخذ علاجه من الطبيب. صح. ويلتزم بتعليمات الطبيب طبعا. طيب ام حمزه على التليفون، خلينا نشوفها. ام حمزه صباح الخير. صباح النور، كيف حالك؟ الحمد لله، اهلا وسهلا. كل عام وانتم بخير. وانت بالف خير يا رب. الله يخليكي. معلش بدي احكي مع الدكتور. طبعا. بدي اسالك حبيبتي، انا دائما ما بقدر البس بعيد عنك السكربينه، دائما بوابيج وعندي على الاصابع زي المسامير هيك، ما بقدر البس. ودائما عندي بروده بالاطراف. نعم. وبدي اسال عن حمزه كمان ابني. تفضلي. عمره 27 سنه، بس دائما بشكي من ركبته، يعني بتحس الركبه هيك من طالع على بارز لبرا. أوكي. ما بعرف. سلامته. سلامتك. الله يخليك، يعطيك العافية. الله يحفظك. شوفي، نبدأ بموضوع الركبة. إذا كان ابنك ما وقع أو حد ضربه على الركبة أو أي شيء، في احتمال تكون طالعة لبرا لأنه نحيف. لكن إذا كان بلعب كتير كرة قدم ودائما بلعب وبلعب وبلعب، مرات بتصير فيه هيك. يعني يستحسن أنه الطبيب يفحصه، يشوف لوزه ويشوف ركبته، وغالبا غالبا يعني الامور بسيطه، ما تخافي. ممكن تاخذيه لاي طبيب عام عندكم بيشوفه، وبشكل عام بفحصه وبشوف الركبه. بالنسبه لمسامير اللحم، مسامير اللحم بتصير نتيجه لضغط على منطقه الجلد، والضغط هذا ممكن يكون من الكندره نفسها او بتكون ضيقه. واهم شيء انه نتلافى حدوث ذلك. كيف نتلافى حدوث ذلك؟ بأنه الحذاء يكون واسع. لازم الواحد لما بلبس كندرة وهو لابسها يقدر يفتح أصابعه عن بعضهم، ما تكون ملزقين ببعضهم. نجرب أنا وروان. لازم تفتح أصابعك زي لما تفتح أصابع إيديك هيك، ما يكونوا مضغوطين هيك. هلأ في حال أنه في ضغط، ممكن علاج بسيط جدا، أنه ممكن تجيب قطنة وتحطها على المسمار نفسه. هذا بيقلل الضغط، ممكن خلال شهر شهرين يتحسن. لكن إذا الحالة أصعب فيفضل أنه يشوفها الطبيب ويختار العلاج الملائم. في علاج ممكن يكون عبارة عن لزقة فيها ثقب بدون دواء، ممكن يكون لزقة فيها دواء، ممكن يكون دواء يعني بفرشاي وي أبلايت. فعالين هدول اللزقات طبعا؟ ما هو هذا منعالج السبب. هذا علاج. السبب انه في اشي ضاغط على الجلد طبعا، فاحنا لما نحط له مخدة بسبب اللزقة هذه او بسبب قطعة قطن، خلص بروح. طب هل ممكن دكتور يعني انه اذا كانت الحالة متقدمة الشخص يحتاج الى عملية لإزالة المسامير يعني ولا لا؟ العملية بالمسامير عملية مؤلمة، يعني يكفي أني أقول للمريض أنه رح يضل أسبوعين مش قادر يمشي. لكن لا، ممكن اختصاص الجلدية يعملها بنيتروجين أوكسايد، يعني بالتبريد، يعني في عنده شغلة غاز بالتبريد. نعم. ممكن تطيب فورا. ما هو حسب وين، حسب قديش حجم المسمار، بأي مكان، هل هو مسمار ولا ثالولة، هل هو التهاب بالجلد. يعني الطبيب لما بشوف بيقرر شو العلاج الملائم. تمام. يعني احنا ختاما بدنا نتشكرك دكتور مخلص على وجودك معنا دائما، يعني هيك بتقدم لنا نصائح رائعه وبكفي هيك تفاؤلك دائما. طبعاً. يعني طبعاً. دائما فيش مرض، يعني حلو انه معك تفاؤل وما في، دائما في علاج وان شاء الله بيكون في مرض. نتشكرك كثير، شكرا لوجودك معنا. يس، شكرا لك. انا من خلالكم بدي اقول لكل المشاهدين
اللي ما قدروا يتصلوا برؤية بإمكانهم ياخذوا تليفوني من رؤية ويحكوا معي، سواء وأنا هلا بالسيارة بالطريق أو سواء بالعيادة في أي وقت من 10 الصبح ل 8 مساء، اسألوا أي سؤال. الله يجزيك الخير، سلامتكم جميعا. شكرا لك. الله يجزيك الخير دكتور، وأهلا وسهلا. شكرا.